نتيجة الاستهلاك المفرط من البطاريات تشكل في قطاع غزة أو تجمع في قطاع غزة حوالي 25 ألف طن من البطاريات، توزعت على في حوالي 30 نقطة. هذه النقاط عشوائية، أحيانا تكون النقاط مغلقة مثل البركسات أو تكون مفتوحة وسط تجمعات سكانية، وهذا يشكل مخاطر كبيرة على حياة المواطنين وخصوصا الأطفال، لأن مكونات البطاريات هي عبارة عن نفايات خطرة. التعامل المباشر بشكل مباشر مع البطاريات خصوصا في فئة العاملين يعني ممكن أن يلحق بهم مخاطر جسيمة، خصوصا يعني في الجهاز التنفسي، في مشاكل في القصبات الهوائية، في الكلى والرئتين، لأن هذه المكونات تتجمع داخل جسم الإنسان وممكن أن يعني تحدث ما يعرف بالأمراض السرطانية. هناك مخاطر أخرى يعني تتعدى المخاطر الصحية، وهي مخاطر على البيئة وخصوصا في المناطق المفتوحة التي تخزن يعني البطاريات في مناطق مفتوحة، يحدث تكسر للبطاريات، تكسر لغلاف هذه البطاريات، ويعني خروج السائل المحتوي على الرصاص والمعادن الثقيلة إلى التربة. وفيما لو وصل هذا السائل أو وصلت هذه المكونات أو المعادن الثقيلة إلى المياه الجوفية، سيحدث خطورة على الخزان الجوفي الذي يعاني أصلا من تلوث حاد وخطير. احنا تجار بنطالب جانب الاسرائيلي انها تطلع البطاريات هذا على اسرائيل من 2008 وهي مسكر عليها، واللي هي بتم بتضر الناس، هي ضرر علينا وضرر على الناس وتم بتخسر.